ممكن طبعا نرحب بالدكتور امل. اهلا بيك يا فندم، منورانا. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ وبعرفك معانا الدكتوره ام كلثوم شلس، استشاري نساء والتوليد. طبعا غنيه عن التعريف. ايوه، كانت لسه متشكره في حضرتك جدا يعني، وبتقول ده مجهود كبير بيتم بذله. انا عايز اسال حضرتك كمان عن من خلال دور حضرتك، هل الشكاوى بتزداد؟ هل بتلاحظي انه في اقبال اكبر دلوقتي عن الفترة اللي فاتت في التعامل في الجزئية دي او الابلاغ عنها؟ لانه طبعا جزء اساسي كان فكرة الخوف او عدم المعرفة، يعني انا خايف اروح الجأ، او ان انا مش عارف ان عندي ناس ممكن تساعدني. انت من خلال عمل حضرتك الميداني شايفة الموضوع ازاي؟ هو المعرفة زادت من خلال الحملات طرق الابواب والحملات اللي على السوشيال ميديا، وحملات اللي موجوده مثلا في مشاهد في دراما او غيرها من الحاجات، قلت شجعت الناس ان هي تتكلم، لانه اي او وتبلغ، لانه اي حد بيتعرض لمشكله ومش عارف ان هو ياخد حقه او يمشي في الطريق على الاقل انه ياخد حقه بيه، بيتعرض لأزمات نفسية وفي الآخر بيتعرض برضو الأمراض. فإحنا بنمشي خطوة خطوة مع أي سيدة بتجيلنا وفقا للاختصاصات بتاعتنا، مجموعة من المتخصصين بيردوا عليها وبندعمها قانونيا واجتماعيا ونفسيا، وبنرفع معاها قضايا بالمجان لو هي في احتياج بده. مفهوم. طيب يعني هل نقدر نقول انه في سمة ما بتغلب على الشكاوى؟ تقدري من حضرتك تحسي انه النمط ده بيتكرر كتير قوي، وبالتالي ده اللي احنا محتاجين نوجه له الاولوية، لانه حضرتك طبعا بتتعاملي بشكل مباشر مع اول حدث، فاكيد بتلاحظوا انماط معينة. مثلا ايه الانماط اللي شايفة ان هي مازالت مستمرة بقوة، وايه الانماط اللي بدأت شوية تتراجع، ان احنا بدأنا نحس ان هي بتقل شوية؟ انا مع حضرتك. هو الشكاوي عموما احوال شخصيه، لانه دي بتمس كل بيت، الاحوال الشخصيه بتبقى متداخله فيها بعض اشكال من اشكال العنف الاسري، فعشان كده السيدات بيلجأوا لمكتب الشكاوي على اساس ان هو يديهم دعم في الاحوال الشخصيه، لكن هم بيبقى في عنف داخل الاسره ادى للطلب ده. فاحنا يعني مثلا العنف الجسدي، يعني مثلا العنف الجسدي كظاهره مثلا، او الضرب من الاخر كده، الموضوع ده لسه يعني زي زمان ولا اكتر حاجه انا شايفه ان هي مع المجهود اللي عملناه خلال السنين اللي فاتت وقلت، هي التحرش في الاماكن العامه. ده مهم جدا. في مرحله من المراحل سنه 2011 2012 كان بنتكلم على نسب عاليه جدا من التحرش الجسدي في الاماكن العامه في الشوارع والمواصلات. النهارده انا اقدر اقول ان النسبه قلت كتير، وفي ناس النهارده مع ده حقيقي، ده من اعظم الانجازات اللي تمت، والحقيقه كان فيها تكامل جهود، لانه كمان بقوا بيخافوا، لانه بقى فيه اشكال مختلفه، وكمان الستات بقت واعيه اكتر. يعني دلوقتي لو مسكت متحرش هتطلع عينه، بقى في ناس تقف جنبها وهتصر ان هي تروح، وهتصر ان هي تبلغ، ودي بقت حالات. طبعا ما نقدرش نقول انه كله بقى كده، بس انا بنشوف ده بشكل واضح. بس هي دي فعلا قلت قوي. سمعنا يا دكتوره؟ انا مع حضراتكم. طيب هل في احصائيه بتتلقوا كم شكوى سنويا مثلا؟ احنا بنتلقى من 25000 ل 30000 شكوى سنويا. ياه، رقم كبير، من 25 ل 30000 كتير قوي. طب بتقدروا تتعاملوا مع كل الاعداد والارقام دي؟ مع كل المحافظات. يعني احنا في 27 محافظه، وعندنا خط الاستشارات 15115، فبنقدر نتعامل، لانه احنا مجموعه من المتخصصين، عددنا كبير، بنقدر ان احنا نتلقى الشكاوي وبنوجه السيدات لانها تقدر ان هي تعرف حقوقها بشكل آمن. هل نقدر نقول مثلا انه في نمط معين في المحافظات؟ يعني الحضر بيختلف عن الريف، بتلاحظوا الريف اكتر فكره التعنيف فيه مثلا، والصعيد انواع العنف عن مثلا في القاهره والمدن.
أكيد. هو القاهرة أشكال. القاهرة بيبقى الأشكال بتاعة العنف الإلكتروني فيها أشكال مختلفة عن المحافظات الثانية، لكن والعنف الأسري موجود في محافظات عن محافظات، لكن في العموم أقدر أقول إنه الشكل الجديد اللي بنصطدم بيه فترة مؤخرا هو العنف السيبراني أو العنف الإلكتروني في العموم. دي جزئية مهمة برضو، العنف الإلكتروني دي طبعا في ملاحظة كده هو اللي ظهر أخيرا عشان كده ده الشكل الأحدث لمظاهر العنف. أنا بشكر حضرتك جدا جدا ومجهود كبير، ويعني أعتقد لما مركز يتلقى من 25-30 ألف شكوى سنويا ويبقى ممكن يبقى أكتر يتعامل مع كل ده، فده مجهود ضخم للغاية يعني. فطبعا أنا بشكركم.